هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مسبل إزار، ما معنى هذا الحديث؟ وهل يعني بأنه لا يدخل الجنة حتى ولو كان مسلما؟ نرجو التوجيه. أنا لا أعرف الحديث بهذا الوعيد بهذا النص، لكن قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، فيحرم الإسبال الرجال. والإسبال معناها أن ينزل الملبوس عن الكعبين من ثوب أو إزار أو بشت أو غير ذلك من الملبوسات بالنسبة للرجال، فهو متوعد بالنار. وهذا من أحاديث الوعيد، ليس معناه أنه يكفر، لكنه متوعد بالنار. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم.